أصبحت عملية إيجاد منزل للسكن في إسطنبول معضلة كبيرة ترهق الباحثين في ظل غلاء أسعار الإيجارات بشكل متسارع ورفض بعض أصحاب المنازل تأجيرها إلا لمن يعجبهم. هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير مؤخراً بسبب ارتفاع التضخم، إذ دفع أصحاب البيوت لرفع الإيجارات بأرقام خيالية تفوق ما حددته السلطات المختصة. مراسلنا محمد المشهراوي يطلعنا على بعض جوانب هذه المشكلة. الزائر لمدينة إسطنبول هذه الأيام يجدها في حلة معمارية توصف بأنها غير مسبوقة من حيث تسارع وتيرة العمران وحجم نمو مشاريعها بصور مختلفة وخيارات متنوعة. طفرة عمرانية، تلك تسمية يطلقها العديد من أرباب قطاع البناء في تركيا على ما تشهده بلادهم عموماً والمدينة الأكثر ازدحاماً فيها إسطنبول. طفرة جلبت معها عوائد بمليارات الدولارات وأدت في المقابل إلى ارتفاع غير معهود في أسعار العقارات، سواء المخصصة للبيع أو المعروضة للإيجار. أمر جعل المواطن التركي إبراهيم وكثيرين من أمثاله يواجهون تحدياً معيشياً مختلفاً. Sıkıntı yaşıyoruz. Asgari ücret iki katına çıkmasına rağmen ülkemizde iyi ev sahiplerinin olmaması. المعضلة الآن بالنسبة لي ولكثير من المواطنين هي العثور على منزل لاستئجاره بسعر مناسب. أعتقد أن القضية بدأت مع مساعي الحكومة لتخفيف أعباء التضخم عن المواطنين بقيامها بزيادة الحد الأدنى للرواتب في البلاد لأضعاف ما كان عليه، وعلى الفور زادت أسعار السكن 3 أو 4 أضعاف، وفي بعض المناطق إلى 5 أضعاف. رفع الحد الأدنى للأجور فتح على ما يبدو شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى تلك الأضعاف التي تحدث إبراهيم عنها. نجم عن تلك المعادلة نزاعات قضائية تشهدها أروقة المحاكم التركية بين العديد من أصحاب المساكن ومستأجريها. وفق القانون يمكن لصاحب المنزل رفع دعوى تقييم لسعر السوق الرائج للإيجار بعد 5 سنوات، ومع التضخم الحاصل في البلاد اتجه مالك البيوت التي تجاوزت عقودها 5 سنوات لرفع دعوى ضد المستأجرين. هناك مالك منازل يريدون رفع الأسعار بسبب التضخم والغلاء الحاصل في معظم الخدمات والسلع، إذ طالبوا بخروج المستأجرين لكي تتاح لهم فرصة تأجيره بسعر أعلى. من هنا زادت دعاوى الإخلاء في المحكمة. سجال المالك والمستأجر في رحلة بحث كل طرف عن حقوقه جعل كثيرين من المستأجرين يتكلمون بمنطق قلة الحيلة أمام ما تفرضه الظروف الاقتصادية. لو فرضنا أننا تركنا سكننا الحالي فلن نجد مسكناً آخر بسهولة، خصوصاً أن تكلفة السكن بدأت في الارتفاع منذ وباء كورونا، وبسبب الحاجة للمساكن حالياً زاد الطلب على سوق العقار، وبسببها وإذا فكر المستأجر في تغيير السكن حالياً كما يرغب مالك البيت سوف نكون في واقع صعب جداً. واقع تتضح مزيد من تفاصيله في سوق سماسرة العقارات. هذا السمسار شرح لنا مسار صعود أسعار الشقق في إسطنبول استناداً إلى خبرة طويلة له في سوق العقارات. دعني أخبرك أن منزلاً كانت قيمة إيجاره الشهري قبل عام فقط 3000 ليرة قد أصبح الآن يستأجر 9000 ليرة، وبعض البيوت تصل اليوم إلى 12000 ليرة. رؤيتنا للسوق أن وتيرة أسعاره مستمرة في الارتفاع حتى عام مقبل ارتباطاً بوتيرة التضخم. الحاجة للسكن دفعت كثيرين للاستسلام لتكاليفه المستجدة، لكن سرعان ما اصطدم الفريقان المستأجرون وملاك البيوت في مشكلات جديدة خلفت مزيداً من الدعاوى القضائية بينهما. مع أن هناك قسماً من المستأجرين وافقوا على زيادة الأسعار التي طلبها مالكو البيوت، إلا أنهم أصبحوا تدريجياً يعانون من صعوبة في دفع الإيجار أيضاً، وفي هذا الحال زادت دعاوى الإخلاء ودعاوى التحذير. لقد زادت نسبها بصورة قياسية عن عام سابق بنسبة 50%. المشكلة أيضاً أن النظر في تلك الدعاوى قد يستغرق بين 2 إلى 3 أعوام.
التضخم لا يبدو المتهم الوحيد في قضية ارتفاع تكلفة السكن في تركيا عموماً، بل ثمة أسباب فرضتها عوامل عديدة، منها شهية الأجانب للامتيازات التي يحصلون عليها لقاء استثمارهم في قطاع العقارات. كما تعلمون أن الأجانب يمكنهم شراء عقارات في بلدنا، وذلك يتيح لهم الحصول على الجنسية التركية مقابل دفع 400,000 دولار، وما زال هناك طلب مستمر على شراء العقارات من قبل هؤلاء، وهذا أيضا عامل أسهم في رفع الأسعار سواء للإيجار أو التمليك، إذ أن نسبة المعروض من العقارات لا تغطي حاجة الطلب في السوق. كما لا يبدو قطاع العقارات في تركيا بعيداً عن التأثر بالأزمات الدولية، فهذا البلد فتح أبوابه منذ زمن للاجئين من مختلف الدول التي تعصف بها الحروب والاضطرابات، فكان للأمر ضريبته. لك أن تتخيل وجود 5 ملايين لاجئ في تركيا، نحو 1,000,000 منهم على الأقل في مدينة إسطنبول. كل هؤلاء يستأجرون أو يطلبون شراء مساكن، وكثير منهم ميسور الحال مثل أولئك الفارين من الحرب سواء من روسيا أو من أوكرانيا. لقد أتوا إلى بلادنا بأعداد كبيرة وبشروا في طلب العقارات بشكل كبير، وهو ما زاد الضغوط على سوق العقارات ورفع الأسعار. تلك أعداد وشرائح من السكان أضيفت لسكان إسطنبول البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة من المواطنين الأتراك وحدهم، الذين يفضلون العيش في هذه المدينة لارتباط مصالحهم بها، إما للعمل أو للدراسة في جامعاتها أو غيرها من الدوافع. تشجيع الناس على السكن خارج مراكز المدن الكبرى كان هدفاً في رحلة البحث عن حلول لأزمة السكن، لا سيما مع إطلاق مشاريع عمرانية ضخمة يمكن الاستفادة منها وفق شروط. في منتصف سبتمبر الماضي أطلقت تركيا أضخم مشروع إسكان جماعي في تاريخ البلاد، مشروع يتضمن إنشاء 1,175,000 وحدة سكنية في عموم تركيا، ويعتمد كذلك على إنشاء مناطق وأحياء جديدة. أما نصيب إسطنبول منها 50,000 وحدة سكنية تستهدف جميعها محدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج وفئات أخرى عبر خطط سداد ميسرة، علاوة على دراسة الحكومة جملة قرارات لعلها تخفف الأزمة. الدولة مدركة لحجم الأزمة وهي تعالجها على أكثر من صعيد، فهي بصدد إصدار قرار لتخصيص مصلحين حقوقيين ينظرون في المشاكل بين المؤجر والمالك لحلها قبل وصولها إلى المحاكم. ثم إن الدولة حاليا تكافح لبناء بيوت قليلة الكلفة، ووجهت بحملة في عموم البلاد لمن لا يملكون منازل خاصة بهم للتقدم إليها، كما وضعت سقفا لزيادة الإيجار بما لا يتجاوز نسبة 25%. حلول دخل بعضها حيز التنفيذ، ويؤمل منها أن تؤتي ثمارها قريباً. محمد المشهر، ويسكنيوز عربية، إسطنبول.